بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم دنيا ودين. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نتحدث عن صيام الجوارح في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، هذا الشهر الذي أمرنا الله عز وجل فيه بأن نصون الجوارح عن الوقوع في الخطأ. حكمة من صيام هذا الشهر هي تقوى الله عز وجل، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة من صيام هذا الشهر الكريم هي تقوى الله عز وجل، أن نحفظ العين من النظر، أن نحفظ الجوارح من أن تبطش أو أن تؤذي أي إنسان. فالمسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك الحكمة من خلق الإنسان هي عبادة الله، وأن الإنسان دائما يراقب الله عز وجل في كل أفعاله وتصرفاته. يقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك الكثير من الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن تقوى الله، تتحدث عن أن يصون الإنسان ريحه من الوقوع في الخطأ. في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام نتحدث عن هذا الموضوع بصحبة ضيفي الكريم فضيلة الدكتور أحمد علي الجهيني من علماء وزارة الأوقاف. نرحب بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا دكتور أشرف. أهلا بك فضيلة الدكتور. يعني لا شك أن صون الجوارح في هذا الشهر الكريم أمر في غاية الأهمية، أمر له أهمية كبيرة، نبه عليه القرآن الكريم، نبه عليه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الصيام صحيح، حتى يكون الصيام لله سبحانه وتعالى ونكافأ عليه من الله سبحانه وتعالى. حدثني عن صيام الجوارح. إذا كنا نصوم عن الطعام والشراب فهذا هو الشكل الظاهري للصوم، ولكن نريد الصوم الذي يريده الله عز وجل، وهو أن نصون الجوارح من الوقوع في الخطأ. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك أشرت إلى التقوى، وهي فعلا التقوى هي هذا الأمر كله. نعم. والتقوى هي في اللغة الصيانة والحماية والرعاية. نعم. وفي الإصطلاح كمال ما يتوقع به الإنسان ما يضره يوم القيامة. نعم. ومن كمال التقوى صيام الجوارح. الصيام ليس صيام بطن فحسب. صحيح. ليس جوع وعطش فقط، إنما يلزم الأجر العظيم الذي يرتبط بالصيام، يلزم صيام الجوارح. صحيح. عندما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، وفي رواية إلا الصيام، فإنه لي. نعم. وأنا أجزي به. نعم. فكيف بعطاء الله، وكيف بكرم الله سبحانه، وكيف بجزاء الله. جميل. هذا الثواب الكبير والعظيم لا يتأتى إلا أن يكون الصوم صوم جوارح مع صوم البطن. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، صلى الله عليه وسلم، كم من صائم. نعم. لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش. صحيح. فأنا لا أحب أن يصوم المرء ويجوع ويعطش ثم يأخذ صفر لديه. نعم. نعم. لا حسنة ولا أجر. صحيح. فصوم الجوارح من الأهمية بمكان، في غاية الأهمية. تصوم بطنك ويصوم معها لسانك. نعم. وعينك. صحيح. وأذنك ويداك ورجلك، كل الجوارح تصوم معك لله سبحانه وتعالى. ثم يعني اسمح لي أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية. رمضان يا دكتور أشرف نهار وليل. نعم. مش نهار فقط. صحيح. بعض الناس فكر أن رمضان لحد المغرب وبعد كده يعمل هو عايزه، تفطر على المعصية. نعم. لا. نعم. رمضان نهار وليل. صحيح. فإن أفطرت على الطعام والشراب في صلاة المغرب فأت صيامك عن المعصية طيلة رمضان طوال الليل، وليكن رمضان هو البداية والانطلاقة الحقيقية لعم إلى حياة صحيحة وتوبة صادقة مع الله سبحانه. نعم. وتعالى. جميل، أحسنت فضيلة الدكتور. يعني دكتور، يعني لا شك أن صيام الجوارح يحتاج أيضا منا إلى مجاهدة. نعم. فالبعض ربما اعتاد على بعض يعني الأخلاقيات التي لا تتفق مع الإسلام،
وهذه الأخلاقيات التي يعني لا تتفق مع ديننا الحنيف تمتد معه في هذا الشهر الكريم أيضا. نحاول أن نتخلص من هذه الأخلاقيات، نبدلها إلى أخلاقيات الرحمة والمحبة والمودة، وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. البعض ربما يتخلق في هذا الشهر الكريم حينما يقع في موقف ما، تجده عصبيا جدا، تجده يخرج عن الإطار العقلاني ويقول لك أنا صائم، أنا متنرفز النهاردة، أنا يعني محدش يكلمني، أنا صائم يعني. فحتى البعض المصالح الحكومية أو غيرها أو قضاء حوائج الناس تجده أيضا يترك العمل من أجل الصيام يعني، أو يحاول أن يضيق على الناس من أجل الصيام، وكأن شهر رمضان جعل للتضييق على الناس وليس للرحمة، ولم يجعل لأن نفرج عن بعضنا البعض ونترحم فيما بيننا. هذا فهم خاطئ، وأحييك على هذا السؤال المهم جدا دكتور أشرف، لأنه في الواقعي ده في واقع حياتنا، وهو فعلا في غاية الأهمية. مسألة أنك الصيام لا يحمل على العصبية أبدا. صحيح الدكتور أشرف، شهر رمضان ده اسمه شهر الصيام. صحيح، بقى شهر الطعام. بقى شهر الإسراف للأسف. عند البعض للأسف شهر الإسراف وشهر التبذير وشهر الإنفاق العالي جدا. رغم أنه هو شهر العبادة. ثم ينفع، هل ينفع أن المؤمن يقول أنا بسلي صيامي ويشاهد أشياء لا تعالى تعالى؟ يفسد صومه. يفسد الشهر كله. أفسدت صومك. إذن فينبغي عليك أن تصوم بجميع جوارحك، وأن تتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال وكلنا يحفظ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إيه أقصر شيء يدخل الناس الجنة رسول الله، قال بتقوى الله وحسن الخلق. ما شاء الله، لم يقل بكثرة صلاة أو صيام. فلذلك نحن نؤكد على أنفسنا وكذلك على السادة المشاهدين في غاية الأهمية أن تمسك عليك لسانك. صحيح. وعندما أتذكر أبا بكر الصديق رضي كيف الله كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. يعني المهالك. وهذا أبو بكر يعني رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر ما بالك بنا يعني ماذا نفعل يعني. ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه يمسك بلسانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن فمهم جدا في شهر رمضان يكون بداية انطلاقة أن تمسك بلجام لسانك. فلا تجعل لسانك يتحرك إلا في مرضات الله. صحيح. لا يتكلم بالخطأ، لا يتكلم بالذنب، لا يتكلم بالمعصية، لا يكذب، لا يغتاب، لا ينم، لا يشهد الزور. لا يسب، لا يشتم. لا ينطق إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الصدق. قال أيها عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، تحذيره، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأين صيامك يا من تكذب، يا من تغتاب، يا من تنم، يا من تجرح في الناس، يا من تضيع الأوقات؟ بعض الشباب يا دكتور أشرف ممكن يقعد بالساعات يتكلم في غير منفعة. صحيح. يقول لك بسلي الصيام. لا، الصيام ليس للتسلية، إنما للنفع والتجارة مع الله سبحانه وتعالى. صحيح. أكثر من ذكر الله، اسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر الذي يمضي لن يعود، يأتي شهر غيره. صحيح. صحيح. ما يمضي من عمرك لا يعود، لن يعود مرة أخرى. فاجعله لك ولا تجعله. الدكتور يعني ربما من الأمور الهامة والخطيرة أيضا ما نراه في هذا الشهر الكريم، البعض في الأسواق وبخاصة بعض التجار يعني يبيع سلعته بالحلف الكذب، يعني يكذب على الناس، يغش، يحتكر السلعة
في هذا الشهر الكريم، باعتبار أن هذا شهر يعني فيه نفقات زائدة، البعض يحتاج إلى الأطعمة وغيرها، فيحتكر هذه السلع حتى يزيد ثمنها ثم يكسب أكثر وأكثر يعني. البعض أيضا يجلس ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي ويضيع اليوم في الجلوس على مواقع التواصل، ربما فيما لا يرضي الله، ربما في غيبة ونميمة وغيرها، فيما أو أمور يكتبها ربما لا ترضي الله سبحانه وتعالى أو يشيء. فيمكن أن يعني نتقي الله عز وجل في هذا الشهر الكريم ونصون جوارحنا ونستغل الأوقات في طاعة الله عز وجل. أحسنت. نقول للأول التاجر، نعم، نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر أن التاجر الصدوق مع الكرام السفر البر. نعم. أنت في مكان عظيم إن كنت صادقاً. نعم. في تجارتك، واعلم صحيح أن القناعة كنز عظيم. صحيح. هي القناعة لا تبغي بها بدلة. نعم. فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. ثم أذكره أين أنت وأين أنا وأين نحن من البركة. صحيح. البركة، نعم، في الرزق، البركة في القليل يصبح كثيرا بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. البركة المال القليل الذي كسبته من حلال وبصدق، الله سبحانه يجعل فيه البركة فيصير كثيرا، يدفع الله عنك من البلايا والمحن. نعم. والله به أعلم. صحيح. نقول للثاني الذي يضيع الأوقات في على شاشة التلفون في غير طاعة، حتى رمضان. نعم. حتى رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خاسر فيهما كثير من الناس. نعم. الصحة والفراغ. صحيح. يسأل المرء عن وقته. نعم. يسأل عن صحته، يسأل عن نظرته، عن كلمته، يسأل عن كل شيء. من السائل؟ الله. نعم. سبحانه، الله سبحانه وتعالى. من الحسيب؟ نعم. الله سبحانه وتعالى. فأعد للسؤال جوابا. نعم. وللجواب صوابا عندما تقف بين يدي أحكم الحاكمين ويسألك فبما تجيب على ربك. نعم. يوم القيامة سبحانه وتعالى. أيضا فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن الجوارح وما تقترفه من ذنوب وكيف يمكن أن نتقي الله عز وجل في هذا الشهر، لو تحدثنا عن الصورة الإيجابية أو الوجه الآخر وهو الطائعين، اللهم اجعلنا منهم يا رب في هذا الشهر الكريم، ثواب الطائع في هذا الشهر الكريم، ثواب من يعني يكبح أو يكبح جماح نفسه ويكبح شهوته ولسانه ونظرته وغيره في هذا الشهر الكريم، ما هو أجره عند الله سبحانه وتعالى؟ الخطى إلى المساجد، قراءة القرآن الكريم، قيام الليل، الصدقات وغيرها. الحقيقة دكتور أشرف، نحن نرى وجها مشرقا في رمضان. نعم. مفرح ومبهج لا نغفله ولا ننساه، وهذه حقيقة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافس. نعم. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. نعم. فالحقيقة شهر رمضان ما شاء الله جهد واجتهاد وسباق عظيم، ونقول الناس سابق. نعم. فليسبق بعضكم بعضا في أعمال البر والخير كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. وحضرتك أستاذنا وتعلم كيف كان السباق بين أبي بكر وعمر. نعم. نعم. في صحيح. الصدقات وفي. نعم. البر، حتى أن عمر يبحث عن امرأة عجوز تعيش في كوخ حتى يهيئ لها كوخها ويحضر لها طعامها. نعم. فوجد أن كوخ قد تهيأ وطعامها أعد، فقال: من فعل ذلك؟ قالت: أقسم ألا أخبر أحدا. نعم. فاختبأ عمر في اليوم الذي يليه، فإذا به يجد أبا بكر يذهب إلى هذه المرأة. نعم. فيكنس لها ويهيئ لها ويعد لها طعامها، فقال: لن أسبق أبا بكر بعد اليوم. هذا هو السبق. نعم. وهذا هو التنافس. أجر رمضان لا يعدلها أجر، رحمة ومغفرة وعتق من النيران. نعم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام وسلم رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم به. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. وأزيد على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الصوم، صيام يوم واحد يا دكتور أشرف. نعم. في غير الفريضة، فما بالك من الفريضة. نعم.
والحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواية البخاري بالتشديد بعد، رواية مسلم بالتخفيف بعد وجهه عن النار 70 خريفا. رواية الترمذي جميلة قوي، تضيف لنا معنى جميل، من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا. ما شاء الله. صام يوم جميل. واحد من أيام النافلة، يوم واحد فقط، فكيف بالفريضة، كيف برمضان. كيف لذلك أعيد وأذكر بقول ربنا في الحديث، إنه لي وأنا أجزي به. فكيف بجزاء الله، وكيف بعطاء الله، وكيف بكرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل في علاه. فضيلة الدكتور، يعني لا شك أن البعض في هذا الشهر الكريم ربما يحاول أن يعني يكبح جماح نفسه ويكون في طاعة الله عز وجل، ولكن أحيانا تكون النفس والهوى له مكان عند الإنسان. كيف يمكن للإنسان الذي يغضب دائما، شديد الغضب، سريع الغضب في هذا الشهر الكريم، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ بماذا تنصح الذي يغضب؟ بماذا تنصح أي إنسان يحاول أن يفعل شيء، يعني يقترف ذنب من الذنوب؟ ما هي النصيحة التي يعني ترشدنا لها في هذا اللقاء؟ النصيحة دكتور أشرف إن أن يمارس العبادة، وأن يمارس الطاعة بقلبه، بإحساسه، بمشاعره، ليس بالظاهر كأننا خشب مسندة أو حجارة مرصوصة، لا. والله لو عبد الله حق العبادة بقلبه وأحاسيسه ومشاعره، والله لن يغضب. والله لن يغضب. صحيح. إنما مسألة إن إحنا نقوم ونركع ونسجد بين إيد ربنا سبحانه وتعالى بأجساد فقط، والقلوب في مكان تسرح وتغدو وتروح في الدنيا، سبحان الله، لا. إذن إذا وقفت بين يدي الله بقلبك، إذا تصدقت بقلبك، إذا سعيت على الأرملة بقلبك، مارس شعائر الله سبحانه وتعالى بجميع جوارحك. بجميع قلبك، بجميع مشاعرك، والله سوف تجعل الهدوء والطمأنينة والراحة. وبعدين رمضان فرصة، صحيح، فرصة عظيمة لتهذيب الأخلاق. القلب يا دكتور أشرف يتقلب بين عبادات وطاعات لا يتقلب بها في غير رمضان. صحيح. حتى الخواص من الناس لا يفعلون من العبادة ولا من العبادة والطاعة ما يفعلونه بعد رمضان. صحيح. إذن فرمضان يعتبر بستان مليء بالزهور والرياحين، زهرة الصوم، زهرة القيام، قراءة القرآن، الصدقة، الصلة، صلة، حاجات عظيمة جدا. فنصيحتي ألخصها، مارس شعائر الله بقلبك، بإحساسك، بمشاعرك. فإن وجدت عصبية حقيقية فيك، فاعلم أنك لم تمارس العبادة بقلبك. ارجع إلى ربك واسأل ربك الهداية، أن يهديك ويعفو عنا وعنك. اللهم أمين. أحسنت فضيلة الدكتور، بارك الله فيكم. إذن مشاهدين الكرام، شهر رمضان شهر نتسابق فيه لفعل الخيرات، نسارع فيه إلى فعل الخيرات. يقول الحق جل وعلا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين في هذا الشهر الكريم، وأن تقبل منا وصلاتنا وقراءة القرآن، وأن تعتق رقابنا من النار. اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء توجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الدكتور أحمد علي الجهيني من علماء وزارة الأوقاف. نشكرك فضيلة الدكتور. شكرا جزيلا دكتور، من حضرتك بالسلامة، شرفتنا. نشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونترككم في معية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.